السلام عليكم، انا محمد الجامح. بي ام 740 1998، هذا الوحش 8 سلندر 4000 سي سي تنفس طبيعي، ولد على حدود ال 286 حصان. هذا الوحش جير عادي 6 غيار، اي نعم 6 غيار، لان هذا الوحش وارد الماني، والجير اللي جاي عليه اصلي ما مركب، هذا الجير اللي جاي عليه من الوكاله. فما شاء الله اول مره اسمع عن بي ام 740 جير عادي. المهم نتكلم عن شكل السيارة من الخارج. شكل السيارة جاي مثل سيارات المافيا، ما شاء الله شكل جدا هيبة، وبعض الناس يعتبروها هذه السيارة أفضل سيارة من بي ام دبليو. طبعا قلت أنا بعض الناس، ما كل الناس، لا تزعلوا، أعرف في ناس تحب البي ام ام 1 والام 3 والام 5 والأشياء هذه، بس في ناس تفضل السيارة هذه، وبالفعل من حقهم صراحة، لأن السيارة هذه تحمل ذكريات جدا جميلة مع التقنيات اللي موجودة أول ما نزلت. صراحة يعني سيارة جميلة وسيارة مافيا. من الخلف هذه السيارة في التسعينات تعتبر من أفخم السيارات في العالم، تخيلوا السيارة هذه في التسعينات تعتبر من أفخم السيارات في العالم، وكانت سيارة توباك المفضلة. أصلا توباك لما مات بالسيارة هذه، كان في السيارة هذه ومسكين مات. المهم ما علينا، السيارة هذه موديل 98 وجاي عليها سنسرات، ما شاء الله 98، والدبة اللي جاية عليها شفت ثمانية وتسعين، بس بعد السيارة جاية دبتها شفت. الحين راح تلاحظوا ان شوي نوعا ما السيارة مرتفعة، ليش؟ لان اصحاب السيارة هذه يبدلوا، يخلوا الجمبين العادي، لان الهيدروليك اللي جاي على السيارة هذه مع الاستخدام ما يتحمل، فما عندهم تكلفة الوكالة فيبدلوا للجمبينات العادية، فشوي السيارة تقل راحتها، لكن لا زالت السيارة مريحة. اول جيل من بي ام دبليو الفيا السابعه نزل عام 1977 وكان يرمز للاي 23. بي ام دبليو من كثر ما هم مهتمين بالسياره هذه نزلوا عليها انظمه كثيره، ولاول مره بالوحش هذا، وكان من ضمنهم نظام الاي بي اس، وكان من ضمنهم نظام الاوتو على المكيف. طبعا في ناس بيقولوا نظام الاوتو نظام عادي، اعرف انه عادي هذا الجيل هذه الايام، بس اول كان هذا النظام صعب ينزل على السيارات، كان جدا صعب، يعني لو شفت على سياره يعني السياره هذه جدا فخمه وغاليه، سياره اثرية اكيد يعني، فعشان كذي يعني هذا النظام ما شيء سهل هذيك الايام. وعندكم نظام اللي هو الكمبيوتر، كان عليها الكمبيوتر يخبرك اذا السياره فيها عطل، وقت السيرفس والاشياء هذه. فبي ام في عام 1977 سوت اشياء جدا جدا قوية. والجيل الثاني من بي ام دبليو الفئة السابعة نزل عام 1986، هذاك الجيل كان أول جيل ينزل عليه خيار 12 سلندر، كان ينزل بخيارين 6 و 12، نزل بخيار 12 سلندر. اللي ما يعرف ترى بي ام نزلت 12 سلندر قبل المرسيدس، بعدين مرسيدس نزلت 12 سلندر، اللي بدأ التحدي بي ام دبليو. وبنفس هذا الجيل اللي هو الجيل الثاني بس في عام 1992 نزلوا بي ام دبليو محرك 8 سلندر على الفئه السابعه، وهم ماشيين عكس شويه، يعني الشركات بالعاده ينزلوا 6 8 بعدين 12، هني لا، هني عطوك 6 12 بعدين دخلوا عليه خيار محرك 8 سلندر، فتحسهم شويه يعني ماشيين بالعكس. جيل هذا الوحش اللي ياس صور اليوم اللي هو الجيل الثالث اللي هو الاي 38 اللي هو البي ام دبليو 740، كلنا نعرف هذا المسمى، واشهر موديل من سيارات بي ام 740 هذا الموديل، اي حد تقول له 740 على طول بيفكر وين؟ هذا الموديل. ليش؟ لانه ظهر بشكل قوي في عام 2007 2006 تقريبا، نزل بشكل قوي، انتشر عندنا في عمان بشكل كبير. في عام 2013 نزل سعر السياره هذه بشكل كبير، والحين بعد يرتفع بحجه انه بدت تقل في الشارع، فبدا يرتفع سعرها شوي شوي. لكن الحلو بالسياره هذه لما نزلت كان يعني صح ان سعرها رخيص، لكن بدت الناس تحب السيارات الالمانيه بشكل اكبر من قبل. ليش؟ لان بدوا يعرفوا فيها، بدوا يفهموا بالسياره هذه اكثر من قبل. يعني اول شيء كانت الناس تتخوف منها، كان ما تحصل حد يصلح في السيارات، لما بدت تنتشر هذه السياره بدت شويه تغزو الاسواق، تغزو الجراجات، يعني صار موضوع انه انا اتخوف من تصليح سيارات بي ام، صار الموضوع شويه مختلف، فعشان كذي السياره هذه الناس تحببت فيها. المهم نرجع لمحور حديثنا اللي هو ليش سموا السياره هذه 740؟ 740 السبعه ترمز للفئه اللي هي الفئه السابعه، ال 40 ال 4.0 اللي هي 4400 سي سي. طبعا هذا المحرك نزل في عام 1995 لحد 1998. 1999 كبر حجم المحرك وصار 4400 سي سي. ف
فما غير المسمى، ما صار 744، صار هو نفسه 740، بس حجم المحرك نوعا ما تغير عشان الراحة تكون أكثر والعزم والأشياء هذه. التطور حلو بس المسمى ما تغير، والناس اللي تفهم بسيارات BMW تعرف حجم المحرك من أول نظرة للسيارة. طبعا صار في تغيير في فيس ليفت، تغيرت أشياء بسيطة في السيارة، والشاشة تغيرت، الشاشة صارت تطلع وتنزل، السي دي يعني الكاسيت تغير مكانه والأشياء هذه. كتجربة قيادة أول شيء لاحظته بالسيارة هذه إن السيارة هذه غير عادي، وهذا الشيء صدمني صراحة، لأن أول ما تواصلت مع صاحب السيارة قال لي السيارة هذه غير عادي وأصل، فكذا جاتني صدمة إن كيف السيارة هذه، كيف بيهم 740 غير عادي. فهو قال لي إن السيارة هذه تجي غير عادي في ألمانيا وبشكل كبير، لأن هم يحبوا يستخدموا الجير العادي. أتوقع يمكن عندهم طلعات نزلة وكذا، أتوقع والله يعلم، بس في باقي الدول يستخدموا الجير الأوتوماتيك أكثر. صراحة موضوع الجير العادي للحين أنا مصدوم فيه. الشيء الثاني، لما تركب الغيار الأول تبطل الكلتش بشكل كبير عشان السيارة تمشي، بعدين تدوس الريس، يعني ما نفس السيارات الثانية. هناك عندهم الموازنة أكثر، هني شوية حسيت الوضع شوية صعب، حتى لما بديت أسوقها شوية بديت أخورها تونا، أقول يعني وين صار، لا يكون انا ما اعرف اسوق، لكن لا، الكلتش لازم تبطله بشكل كبير عشان السياره تمشي. الشيء الثالث اللي هي فخامه السياره، لا زالت السياره فخمه ما شاء الله من التسعينات، بس لا زالت فخمه، يعني الديكور اللي موجود عليها خشب، التقنيات اللي موجوده عليها، وهذه على فكره مش الفل، مش ال 12 سلندر، 12 سلندر تجي عليها مواصفات اكثر، وجايه عليها اصلا واحده مثل الليموزين تكون حجمها اضخم وفيها شاشه ورا وفيها انظمه اكثر يعني. فالسياره هذه يعني على كثر ما هي انها قديمه، لكن على كثر ما فيها تقنيات ومتطوره. وبعد نفس الشيء موضوع الهايدروليك، السياره هذه يجي عليها هايدروليك في الخلف بس، قدام ما يجي عليها هايدروليك، ما نفس المرسيدس. المرسيدس يجي عليها هيدروليك بشكل كامل، ينزل السيارة كامل، أما هذه ينزل عليها الهيدروليك بس من الخلف. إذا عجبتك الحلقة لايك وفولو لو سمحت، اكتب لي رأيك في التعليقات، أي فئة من BMW تفضل؟ تشاو.